ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية، وهي الأعلى للرقابة والمحاسبة في ليبيا. تهدف وفق القانون رقم 19 لسنة 2013 لتحقيق رقابة على المال العام والتثبت من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى كشف أوجه القصور في القوانين والمخالفات المالية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتثبت من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية. يختص عمل الديوان في التثبت من صرف جميع الاعتمادات في أغراضها وطبقاً للقوانين وتطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث تجاوزات أو مخالفات عند الصرف، وتثبت خاصة من أن ما تم صرفه على كل بند يوافق ما ورد في المستندات الخاصة بها ولم يسجل تجاوز للاعتمادات المخصصة لأي باب من أبواب الميزانية. وله إمكانية فحص اللوائح المالية السارية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة للاستفاق في كيفيتها واقتراح التعديلات اللازمة لتلافي أوجه النقص. من صلاحيات الديوان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الإدارية المختصة لتحصيل الأمور المستحقة للحكومة لأي مؤسسة أو هيئة عامة، وعلى رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة، إضافة إلى إبلاغ وزير المالية بالحالات التي يرى أن أي قانون أو لائحة تخص الجوانب المالية قد يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بمصالح الدولة. كما يحق له إلزام أي موظف من الجهات الخاضعة لرقابته أو أيا كان مكلفا بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرف من المال العام دون وجه حق. يختص ديوان المحاسبة في التأكد من استمرارية واستقرار السياسة النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة والتأكيد على تطبيق القانون، كما يتولى متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة إجراءاتها. وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من جهتها إحالة صور من جميع عقودها ومخاطباتها ومراسلاتها المترتبة عنها التزامات مالية للديوان، إضافة للإبلاغ عن المخالفات المالية الخاصة بها.